كلاكيت تالت مرة صينية كوسة بالبشاميل بتاعتنا. بصوا، انا عاملة الفيديو ده المرة دي عشان بس عندي نصيحة صغيرة كده لأي حد بيشتري اكل من بره. بلاش نستخدم مصطلحات احنا مش فاهمينها عشان الاكل يروح لكم زي ما انتوا عايزين. يعني كلمة جوسي اللي بقت على لسان كل واحد وبتتقال على اي حاجة، جوسي يعني ايه؟ هل انتي فاهمة يعني ايه جوسي؟ عايزاها مليانة سبايسز او سبايسي، انتي فاهمة يعني ايه سبايسي وعلى ايه؟ يعني انا مش عايزة اقول لكم ان انا في مرة عميلة بتقولي انا عايزة كذا فيري سبايسي. قلت لها انتي عارفة يعني احنا لو حطينا سبايسز كتير في الاكلة دي ايه اللي هيحصل؟ قالت لي انا بحبها كده. قلت لها شور؟ قلت لها حضرتك تقصدي بايه بسبايسي؟ قالت لي يعني مليانة بشاميل وجبنة. عيب قوي يا جماعة، والله العظيم ببقى محرجة وانا بصحح للناس الكلام ده. ما هو انا برضو مش جهة ان انا اقعد ماشي، انا ممكن بدي كورسات لناس، بقعد اشرح لهم حاجات في الاكل والكلام ده كله، لكن مع العملاء صعب، مع العميل صعب ان انا اقعد اقول له سبايسي مش معناها كده وجوسي مش معناها كده وكرانشي مش معناها كده. يعني حتى في ناس تقول لك ايه، انا مش عايزاها كرانشي او عايزاها. طب انت فاهمه يعني ايه كرانشي؟ فاهمه كرانشي بتتقال على ايه بالظبط؟ بصوا يا جماعه، يعني بجد هي المنظره مش في الاكل. الاكل ده يمكن حاجه من متع الدنيا اللي ربنا يعني رزقنا بيها، يعني من الحاجات اللي ربنا يعني حتى قال لك كله من طيبات ما رزقناكم، فانتوا ما تسمموش لنفسكم اللقمة وتعسفوا نفسكم عشان تتمنظروا بكلام ملوش اي تلاتة لازمة، ولا تقولي سبايسي ولا تقولي جوسي ولا تقولي الكلام ده. عايزة حاجة مليانة بشاميل قولي مليانة بشاميل، وفري على نفسك. عايزة حاجة فيها بهارات كتير، نوع بهارات معين بتحبيه، فلفل اسود كتير، الكلام ده كله. عايزة حاجة فيها شطة قولي انا عايزة شطة، عايزة يتحط عليها فلفل. وفري على نفسك، ده كله عيب والله. المنظرة والفشخرة مش لكده. اللي بتكلمكوا دي يعني عندها شهادات بما فيه الكفاية ان انا ممكن يعني مش متضايقة ان حد يكلمني انجليش خالص، يعني بالعكس. بس احنا دلوقتي في مجال انت عايز تاكلي لقمه كويسه وانت مش عارفه تقولي الكلام ده بالانجلش ومش عارفه معناه ايه، فيا ريت لو سمحتي بلاش نقوله، اطلبي الاكل زي بالطريقه العاديه. ممكن ولا صعب عليكي او صعب عليك؟